بعثة النادي الأهلي في السودان. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي الامير، اهلا بيك طبعا وتحياتي ليك لحد كل الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاستعدادات الاخيره في الساعات الحاسمه لمشوار النادي الاهلي الافريقي واجواء ما قبل هذه المباراه يا كريم، اتفضل. في البدايه طبعا يا امير كل التمنيات النهارده ودعواتنا ودعوات كل جمهور النادي الاهلي بالتوفيق النهارده ان شاء الله باذن الله، نتيجتين معانا وفرصتين هيكونوا معانا ان شاء الله. النادي الاهلي عنده هدف وهو هدف الفوز. عايز اقول لك البدايه يا امير الحاله المعنويه للعيبه وحاله التركيز والاصرار الكبير اللي احنا لابسينه في فندق الاقامه وفي التدريب الاخير اللي كان فيه جديه وحماس كبير جدا. انا تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه وحضوره التدريب وحديثه مع اللاعبين رسائل بسيطه جدا يا امير الكابتن محمود الخطيب وجهها النهارده صباح اليوم للعيبه للنادي الاهلي. اللعيبه يمكن مش نقدر نقول مش محتاجه رسائل على قد ما هي محتاجه نوع من انواع التحفيز الكبير جدا. هو ما بياتي من قيمه كبيره ورمز كبير زي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره بيبقى ليها مردود كبير جدا بجانب التركيز اللي فيه لعيبه النادي الاهلي والشغل اللي مبذول من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر اللي ما بيسيبش كل كبيره وصغيره بيحاول ان هو يتكلم فيها مع اللعيبه. ان شاء الله باذن الله كابتن يكون جاي يا امير في المباراه، التوفيق يكون معانا. الظروف يعني نقدر نقول جمهور الهلال متواجد بكثافه طبعا مع الاخبار اللي احنا بتوصلنا هنا من السفاره. العدد هيكون كامل بالنسبه للمدرجات لملعب الجوهره الزرقاء 65,000 مشجع وما يزيد كمان يا امير مع الاخبار طبعا اللي بتجي لنا 500 مشجع للنادي الاهلي كانوا متواجدين امس في فندق الاقامه استقبلونا في المطار. كل الامور دي يمكن مزوده بشكل كبير جدا الدوافع للعب للنادي الاهلي وان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا ما يبقاش في اي امور تعوق النادي الاهلي ونستمر في البطوله الافريقيه. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها امير يعني بعد نص ساعه بالظبط نقدر نقول المحاضره الاخيره مستر ريني فايلر المدير الفني وضع بقى الامور كلها في نصابها في التشكيل اللمسات الاخيره التعليمات الاخيره سواء حراسه المرمى او خط الدفاع او العيله بشكل كامل. وان شاء الله 7:15 هنتوجه الى ملعب الجوهره الزرقاء التامين المكلف بيه او اللي كان تم تنفيذه قبل وصولنا هنا الى السودان. انا القوات المسلحه السودانيه ووزاره الداخليه السودانيه وقوات خاصه المفروض تكون متواجده معانا، ودي يمكن التصميمات الكبيره اللي جت في الاجتماع الامني وجهت للكابتن محمود الخطيب شخصيا وكابتن سيد عبد الحفيظ. فطبعا وربع ان شاء الله يكون تحركنا على ملعب الجوهره الزرقاء مجرد وصولنا ان شاء الله باذن الله. ننقل ايضا كمان من خلال البرامج القادمه من خلال كابتن اسلام الشاطر ملعب الاهلي الاجواء الظروف التشكيل ان شاء الله باذن الله امير يعني دعوات كده باذن الله كل النهارده كل الامور مهيئه لفريق النادي الاهلي يا رب دعوات كل المصريين باذن الله الاهلي يرجع منتصر. لكن عايز اخد منك زياده في الاطمئنان على محمد الشناوي يا كريم، خصوصا ان في بعض الاخبار اللي تداولت على مدار الساعات السابقه ان الاصابه عودته تاني الكدمه في ظهره. طمنا، انت كنت موجود في التمرين، طمنا بشكل اكبر. بطمنك يا امير محمد الشناوي جاهز ان شاء الله لهذه المباراه. يعني امبارح كان في تدريبات لمحمد الشناوي على الكورسات وعلى الشوتنج وكان ظاهر بشكل طيب جدا. هي طبعا اكيد يعني نقدر نقول في الم لان الوقت كان بسيط جدا بين الاصابه والكدمه الطويله اللي اتعرض ليها وبين المباراه مع السفر وكده. لكن انت عارف طبعا التضحيات مطلوبه جدا في الوقت اللي احنا فيه او في المباراه دي. يعني نقدر نقول هي حاجه بسيطه جدا عند الشناوي، لكن ظهوره امبارح في التدريب وتألقه في التدريب وحفاظه على مستواه الفني والبدني بيطمئن الجميع ان الشناوي ان شاء الله النهارده بيكون حارس للنادي الاهلي ويكون ان شاء الله باذن الله موفق. الامور كلها الحمد لله امين. يعني عايزين نطمن الجميع ان مفيش حد يعني هيتخاذل ان شاء الله في مباراه اليوم. الشناوي بطمنك عليه، ديانج بطمنك عليه، مجدي قفشه، كل اللعيبه الحمد لله اطمنا عليها من فريق النادي الاهلي. امس في حد يعني اشتكى من حاجه، اي كرامبات اي كدمات الحمد لله. احمد فتحي راس ليله كان في ايضا كدمه بسيطه جدا، لكن احمد فتحي من اللعيبه الرجاله اللي احنا بنثق فيها بشكل كبير. ان شاء الله امير كل الظروف دي تترجم في ارضيه الملعب وال90 دقيقه عدوا على خير ونعود ان شاء الله بطاقه الصعود من السودان. الملعب اخباره ايه يا كريم؟ اكيد انت شفت النجيله امبارح، هل هو ملعب جيد؟ يعني هنشوف فيه الاهلي بيأدي بشكل جيد ولا الملعب فيه بعض المطبات او حاجه؟ طمنا على ارضيه الملعب يعني. نقطة مهمة جدا يعني طبعا اللي انت اتكلمت فيها ارضية الملعب. يعني عايز اقول لك ان مستر ريني فايلر مجرد وصوله الى ملعب الجوهرة الزرقاء امس في التدريب الاخير يعني تفقد الملعب بالكامل. اللعيبة قبل التدريب تفقدت الملعب بالكامل. النجيلة كويسة، يعني ما نقدرش نقول النجيلة عالية او فيها تقل شوية بالنسبة للتمرينات او الجري وكده، لا ملعب كويس. لكن هو يمكن نقدر نقول الملعب ضيق شوية بالنسبة للعرض، يعني انت عارف نقدر نقول شبان شوية ملعب بيتس سبورت الطول بتاعه مناسب جدا، لكن عرض الملعب يعني مع الرؤية كده نقدر نقول ضيق شوية. لكن النادي الاهلي اتدرب عليه، جري كل اللعيبه في كل حته في الملعب. ان شاء الله ما يبقاش الجو كمان يعني بنقول الجو كان فيه هواء سنه بسيط في الملعب، الملعب مخصوص شويه يا امير. لكن ان شاء الله الساعه 9 مساء في توقيت المباراه كل الظروف تكون معانا ان شاء الله يا امير. درجات الحراره يا كريم يعني بتتراوح ما بين كام وكام يعني؟
صباحا يعني نقدر نقول 28 29 في التوقيت اللي انا بكلمك فيه. انا درجه الحراره وصلت ل 21 20 والساعه 9 كمان هتقل درجه الحراره. هو بس موضوع الهواء يعني ما يبقاش في اي رياح قويه في الملعب، لكن جو كروي كبير ومفيش اي يعني نقدر نقول رطوبه او حاجه تعوق لعيبه النادي الاهلي. الامور الحمد لله بالنسبه للمناخ طيب جدا، يساعد ان شاء الله النادي الاهلي في اداء مباراه تليق باسم النادي الاهلي ويحافظ فيها على مجهود كبير في البطوله. يا رب يا رب باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر في الحقيقه وكل هذه المعلومات والاخبار القائمه قبل ساعات قليله من مباراه الحسم ما بين الاهلي والهلال السوداني بخصوص التاهل لدور